تحية من القلب بوجهها لكم مشاهدينا وين ما كنتم عم بتابعونا اليوم بحلقه جديده من برنامجكم الصباحي على الموعد دايما انا وزميلتي سيرين نترافق بهالفقرات الصباحيه اليوم حابين نعيد المملكه العربيه السعوديه بالذكرى 89 اليوم الوطني للمملكه، بنتمنى لها كل الازدهار آه، وكل هالتطور اللي عم نشوفه بالسنين هلا ال... الجديده، آه، فعلا منهن المملكه العربيه السعوديه، صباح الخير سيريل. صباح النور منال <تصفح> اشتقنا لك وانا كمان <تصفح> اشتقت لكم اشتقت <شاعت> للمشاهدين. طولت <تصفح> علينا الغيبه. يعني تو ويكس بس مش اكثر. <تصفح> آه، سيريل بتعرفي بلشنا بفصل الخريف آه، اوفيشلي. خلينا نشوف اخبار الطقس معك بهالطقس <applause> نبدا مشاهدينا بتأسنا حول العالم ورح نشوف سوا كيف تساقطت الامطار الطوفانيه بروما بايطاليا وبوسط ايطاليا كمان واللي ادت الى تشكيل الفيضانات والسيول ودخلت المياه والامطار المحلات التجاريه وغرقت مئات السيارات بسبب ارتفاع منسوب المياه الى المتر تقريبا رح نشوف سوا هذا الفيديو مشاهد من ايطاليا يعني مثل ما شفنا هالمناظر كمان العواصف الطوفانيه والبرديه بتوصل الى فرنسا وبالاخص الى باريس وبتضرب جنوب فرنسا بمصحوب رياح بيوصل ل 90 كيلومتر بالساعه ومنشوف سوا هيدول المشاهد من باريس <تصفيق> 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 اما كمان متابعين بالعواصف حول العالم وعنا العواصف المدارية اللي بتضرب تكساس وبتغرق شوارعها بالمياه بنشوف مشاهد من منطقه تكساس وهيك مشاهدينا من هالمنخفضات الجوية الباردة اللي ضربت إيطاليا واليونان وغرب تركيا بتأثر على الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط ومن هون منشوف تراجع بدرجات الحرارة بالبلد عنا وبلبنان وهذا الشيء رح يؤدي الى تلطيف الحراره والجو وحرارتنا لليوم بتتراوح بين 23 درجه ادناها لتوصل اقصاها لل 29 درجه اما الرياح فهي غربيه وبتوصل سرعتها لل 10 كيلومتر بالساعه منسوب الرطوبه بيوصل ل 52% وهو بالاخص على السواحل اما الضغط الجوي بيوصل ل 1015 اكتو باسكال شروق الشمس كان الساعه 6 و26 اما الغروب رح يكون 6 و34 هيدا تأسنا لليوم مشمس وبكره وبعد بكره وكل الجمعه رح تكون بالمبدا مشمس تأس حلو بوراد في شوية شوب يعني يعني شكرا على تحضير هالنشرة سريل بس منال ما, ما خلصت بعد بدنا نشوف سوا مشاهد من القرن السوداء مبارح والتقطها الزميل خليل خليل وهن مشاهد للثلوج بالقرن السوداء وهن بالتاريخ 21 ايلول 2019 وهو المشاهد من لبنان واعلى قمه عنا بلبنان ساقط الثلج يعني ولا هول تراكمات من السنه الماضيه لانه القرن السوداء بتخزن ثلج من سنه لسنه هلا آه هن مثل ما عم بيقولوا تساقطت الثلوج بس آه ما تبعنا الموضوع مثل ما <applause> <applause> نعم يعني فعلا الطقس بلش بلشت الامطار الطوفانيه حول العالم مثل ما لاحظنا لنشوف كيف هالشتاء رح تكون علينا الله يستر ان شاء الله تكون هيك شوي يعني لا مهم كثير الامطار بس ان شاء الله تكون خفيفه شوي يعني ما كثير يعني من بعد نحن بعدنا بعدنا هون بلبنان عم نستفيد بعد فينا نروح على البحر صحيح لا يعني فعلا بعدو بلشنا الخريف بس استقرنا كثير حلو بعده كثير حلو الطقس يعني هيدا اجمل طقس حتى للبحر يعني 100% وهلا رح نكون مع تبس لدكتور انطوان شرتوني مرحبا واهلا وسهلا فيكم حلقة اليوم رح بحكي عن بعض الأحيان الأولاد بيكونوا بحاجة لأهلهم بس عم بلاقوا دايما لا مبالاة من الأهل وفي بعض الحالات بنشوفها بالعيادات النفسية إنه الولد بصير مريض ما بيمرض بصير مريض يعني بيخلق عنده مرض بس تي يجذب أهله ويهتموا فيه ومنلاحظ الولد بالرغم من مرضه بيكون سعيد بيكون مبسوط لانه الاهل عم يهتموا فيه للاسف بعض الاحيان الاهل بيكونوا بعاد كثير عن الولد فهون كثير مهم انه نفسر للولد انه نحن بنحبك نحن يعني نهتم فيك بعرف انه بعض الاحيان الاهالي بيكونوا بعاد عن اولادهم ومش عم يهتموا فيهم كثير بسبب هالحياه السريعه اللي عم نعيشها بس انا بحب اقول لكل هول الاهالي اللي عم يسمعوني انه الحياه هي مره واحده وابننا عم يمرق او بنتنا عم تمرق بالطفوله مره واحده، الطفوله لن تتكرر. من هيك مهم انه تكون الطفوله اللي عم يمرق فيها طفوله سعيده. لانه بالنسبه لالي كاخصائي نفسي كل ما بتكون الطفوله سعيده كل ما الولد بحس حاله مبسوط وفرحان بالطفوله تبعته بالمرحله اللي عم يمرق فيها وبحس حاله انه اهله بحبوه كل ما ال... بكون عنده توازن نفسي كل ما بيشعر انه هو بيقدر يكون يوما ما شخص راشد متزن نفسيا وليتر اون وقت اب لحب بيقدر يعطي الحنين يلي هو اخده من اهله بينما اذا ما قدر ياخذ الحنين من اهله شيء طبيعي مش رح بيقدر يعطي هذا الحنين آه بنهايه الحديث بحب اقول انه في كتير اولاد لكن مثل ما قلت بيمرضوا او بيتمارضوا بس يجذبوا الاهل فبدنا نضل منتبهين لتصرفات ولادنا واهم شيء ننتبه على تصرفاتنا ونهتم بولادنا قد ما بنقدر انا بشكركن وبشكر اكيد المشاهده تبعتكم وبنلتقي اذا الله راض بحلقه جديده دكتور أنطوان شارتوني منتشكرك كثير على هالنصيحة أكيد يعني كانت كتير واضحة واللي شرحه دكتور أنطوان شارتوني كتير من الأهل اليوم بعيشوه مع أولادهم قديه مثل ما ذكر إنه الولد هو بيجي مرة على هالحياة وبيقطع مرة بالطفولة فلما نحن بدنا نجيب هالولد مهم كتير نكون عن جد راشدين لكل تصرفاتنا مع هالولد لكل المرحلة والتربية يعني التربية اللي بدنا نقوم فيها لأطفالنا قدام منعطي للولد قدام الولد بيقدر بعدين بالمجتمع يبرز حاله ويبين و يعني مثل ما ذكر هون الملاد ايماجينير اذا بدك منال يعني الولد بمرض حاله تا يلفت اهله وقت يحصل على الحنان مريض عن جد حتى اوقات بكون مريض عن جد بس بكون مبسوط مثل ما قال لانه هيك بخلي الاهل يهتموا فيه يمكن اوقات ما بيكونوا عم يهتموا فهيك بضلوا حده عم يهتموا فيه بحب الولد هذا الاهتمام يعني بتشوفي هون قد هو عم بيطلب الاهتمام والحنان ومثل ما لاحظنا بالويك اند على السوشيال ميديا فيديو لبي عم بعذب بنته صحيح آه هيدا الفيديو عمل ضجه كثير كبيره و تبين يعني انحكى كذا شغله منهم قالوا انه الفيديو قديم منهم قالوا البي آه يمكن <تصفيق> 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 هلا المهم انه البي انحجز وتعاقب على هالعمله اكيد المنظر كان كثير شنيع وكثير بشع انه يعني المهم اكيد تداوله للفيديو لحتى يوصل للمعنيين ولكن بنفس الوقت كثير المشهد مؤذي جدا 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 ما فيك تتحمل <applause> ما فيك تتحملي تكمليه للفيديو ما فيك تتحملي انه في بي قادر يعنف بنته بهالطريقه منظر مرعب مرعب فعلا للاسف يمكن هيدا الفيديو منال اليوم تبين على السوشيال ميديا اكيد في كثير اولاد وكثير عيال طبعا عم بيعانوا من هيدا الشيء وفكثير اطفال عم بيتعرضوا لهيدا العنف طبعا بس ما بيكون في مين عم بيصور صح. يعني هيدا وقد ايه هون في بروده كان بالشخص اللي عم بيصور هالفيديو لانه هيدا شخصيه يعني موجوده بالمجتمع في ناس تهوى العذاب تهوى تعذب تهوى هيدا هيدا الموضوع في ناس <applause> عندهم <applause> مرض نفسي وليك هلا اللي قالوا كمان دكتور شرطوني كثير مهم قال انه يلي ما بياخذ حنان ما بيقدر يعطي حنان يعطي <applause> يعني اليوم هيدا البي كمان يمكن هو بمرحله من حياته هو كان ولد معنف 100% <applause> آه كان ولد ما اخذ حنان من امه ما اخذت حنان ما اخذ حنان من بيه ما اخذ عاطفه بالبيت فهذا الشيء بينعكس عليه لما بيكبر فكتير مهم هون انه ننتبه انه هيدي الطفوله هي آه خلص مره وحده وما فيك تصلحي شي فيها بقى الا عند حكماء نفسيين ومع عذاب ومع كل مع مده طويله تعطي نتيجه هيك لا يعني كمان في في عذاب نفسي اليوم وفي عائله جديده كمان بتدفع الثمن فخلينا نكون واعيين قد ما بنقدر خاصه بهذا العصر في كل هالمعرفه والمعلومات ضروري كثير انه نحن هيك نستفيد من هالمعلومات ونطبقها بحياتنا وهلا منال رح ننتقل معك للمتفرقات بفقرة المتفرقات لليوم عنا كتير اخبار رح نبلش مع خبر رئيسة بلدية واشنطن ميريال باورز يلي ألقت كلمة مؤثرة بافتتاح مؤتمر الرابع للطاقة الاغترابية بأمريكا الشمالية عن أهمية وجود اللبنانيين بأمريكا وقالت أنا فخورة بأنه تستضيف واشنطن يلي بتترأس بلديتها هذا الحشد من اللبنانيين من كل الولايات المتحدة الأمريكية اليوم وهيك وصفت اللبنانيات اللبنانيين وقالت عنهم أنهم متمسكين بجذورهم وأنهم بيجمعوا كل مواهبهم وأفكارهم ليجعلوا من المكان يلي بيسكنوا فيه مكان أفضل وأجمل كثير كانوا حلوين هالكلمات كانوا هيك داعمين لل... للبنانيه ودولون ود... اللبنانيه على السوشيال ميديا كانوا فخورين هيك بالصفات يعني نحن فعلا بنتحلى فيهم لانه وين ما بيكون اللبناني بتلاقي هيك بصير في حياه محل ما بيكون فان شاء الله هالمؤتمر يعني يحصد نتيجه آه تاني خبر آه رح نقوله انه من بعد ما وصل هاشتاغ ميدان التحرير ل2 مليون آه على تويتر اللبنانيين هيك غاروا شوي احنا غرنا شوي منكن يا شعب مصر العظيم واطلقنا هاشتاغ الى اين وبنحكي فيه عن معاناه الشعب اللبناني يلي عم بيعاني من الاقتصاد السيء من يوم في بنزين يوم لا يوم آه عم يتسكر في محلات تجاريه كبيره في ازمه اقتصاديه كبيره في ازمه بطاله وصلت لل 40% هيك هلا في هاشتاغ الى اين وكل واحد عم يصرخ تويت على امل إن توصل للمعنيين، نتويت انا نقيت انه اثور من اجل ماساه وطني الى اين؟ أعلنت أكبر شركة سياحة بالعالم وهي الأقدم توماس كوك إفليسا صباح اليوم الثاني وهيدي يعني مؤشر لأزمة فعلية بالعالم أنه توماس كوك هالشركة البريطانية يلي هي أول شركة سياحية ومعها تأسست فكرة الشركة السياحية أنه تقفل من بعد أزمة اقتصادية بدنا نذكر انه 18 الف آه, لبناني طالب لبناني اذا فينا نقول نزحوا من المدارس الخاصه للمدارس الرسمية وهون بيكونوا عملوا يعني أزمة على أبواب المدارس الرسمية لأنه في في عدد هائل جدا المدارس الرسمية ما أنا قادرة فعلا أن هي تستقبله ومن هيك هلأ عم بيفكروا إنهم يفتحوا دوام قبل الظهر ودوام بعد الظهر يعني هون أكيد هيدا من وراء الأزمة الاقتصادية الكبيرة اللي نحن عم نمرق فيها وازمه الغلا بالمدارس المدارس الخاصه تما نذكر نتخصص منها طوائف معينه في ازمه فعلا كبيره بالتعليم ولكن نحن بنآمن بالمدارس الرسميه وبنآمن باساتستا وان شاء الله هيدي النقله تكون لخير العيال اللبنانيه يلي هلا حطت ثقتها بالمدارس الرسمية بدنا نقول أنه عرس الموسم رح يكون ب 28 أيلول عرس توني سليمان فرنجية ودعوة عامة هالعائلة يلي دايما بتعمل أعراسها هيك مع دعوة عامة للشعب لحتى الناس تحتفل معهم بأعراسهم وما ما بيخلون يكونوا بقلب صلاة فخمة ومغلقة وللناس اللي هن من طبقة اجتماعية معينة ناطرين هالعرس هيك أنا شخصيا ناطرته ناطرة لنشوف كيف رح يكون <applause> هالعرس أنا ربي رأيي شو رأيك نروح أنا وياك <applause> 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 نحتفل معهم مش غلط نبارك غلط أكيد بنباركلهم وناطرين هالعرس لحتى هيك بننقلهم للمشاهدين بكره صور هلا عن هالعرس منال يعني اكيد من هالاخبار كلها الحلوه بنتاسف على الاخبار التربويه بلبنان ومثل ما ذكرتي قد كان الرقم اللي ذكرتيه؟ 18 الف طالب يعني عم نحكي عن عدد منه هي يعني تخيلي كم عائله يعني 18 الف طالب اذا ما نحسب انه تقريبا من كل عائله بيكون في شيء ولدين يعني تقريبا في 9000 عائله اعلنوا اذا بدك افلاسهم لانه بتعرفي انه اليوم العيال اهم شيء عند الاهل انهم يعلموا اولادهم فبيبقوا عم بخصصوا من مصرياتهم مبلغ للتعليم يعني لما ما يكونوا قادرين بقى يخصصوا هالمبلغ للتعليم يعني هن فعلا صاروا بمحل كارثه يعني انجا قادرين ياكلوا ويشربوا 100% 100% صاروا بهالحاجات الاساسيه وهلا مشاهدينا رح ننتقل لنصايح هنادي عبود نادي اليوم رح تخبركم اكثر عن تاريخ الاكسسوار وكيف فينا نستخدمه. طبعا الاكسسوار منه صناعه حديثه. هيدي الصناعه بلشت من عهد الفراعنه وما قبل لما كان الرجال والنساء على حد سواء يلبسوا الاكسسوار. طبعا هي الحلة للزينه والزينه مهمه كتير لحتى نعطي اطلاله اجمل. الحلي تطور مع العصر وتطور مع الأزمنة وصرنا نشوف المجوهرات وصرنا نشوف البراندات الكبيرة تشتغل على هيدا الموضوع من أجل تظهر السيدة بصورة أجمل طبعا الحلي تطورت بأحجامها وألوانها ومش كل الحلي بتلبق لكل السيدات على حد سواء الأكسسوارات الكبيرة الأحجام ما بتلبق للسيدة اللي عندها عنق صغير الحلق الكبير ما بيلبق لسيدة ما عندها عنق برقبتها بدها تراعي السيده باختياراتها للاكسسوار لحجم وشكل وجه. نصيحتي لك انك تتبعي الاشياء القويه بجسمك، يعني اذا كان عندك عنق طويل ولبسي قبه سبعه، لازم تلبسي حلق طويل تيطفي عليكي هيدي اللمسه من الرومانسيه تيعطيكي اطلاله اجمل. بينما بيكون العنق ناعم، لازم تختاري اكسسوارات ناعمه ورفيعه لحتى تعطيكي تاتش الانوثه. كتير مهم بس ما نختار مجوهراتنا او اكسسواراتنا تبقى متلائمه كلون ستايل مع اللبس اللي نحن لابسينه ومع حجمنا لحتى تعطينا نتيجه الحلي وتظهرنا بشكل احلى ميرسي شكرا هنادي عبود على هالنصيحه وهلا رح نكون مع فقره ويك اب بفقرة ويكاب اليوم رح نحكي عن ملخص مؤتمر الأمراض الخبيثة ببرلين ألمانيا ويلي بعد النقاط المثيرة للجدل اللي نقالت فيه انه من, من وصي هلا اكيد هن معلومات تقريبا صاروا معروفين بالعالم ولكن خلينا نرجع نعيد زكي. ذكرون انه لا لاعاده استخدام الزيت آه لا ما في ما فينا نسكو في قصص ما فينا نقولهم يمكن لانه بنكون عم نعمل فيهم دعايات يمكن هو زيت آه معين بلا كمانا. لا آه ما فينا كمان نستهلك العصائر الغزي الغازيه لانه فيهم 32 قطعه سكر لكل لتر لا للسكريات المصنعه لا للمايكروويف لا للتصوير الاشعاعي للثدي قبل الولاده الولاده ولكن ممكن استخدام الايكو مامير لا لحملات الصدر الضيقة جدا أو لبسها بعد العودة من العمل لا للكحول لا لإعادة تسخين الوجبات المجمدة لا لحفظ المياه في الثلاجة في زجاجات بلاستيكية آه كمان آه جميع حبوب منع الحمل هي آه ليست جيدة أفضل أنه آه نتخلى عنهم عدم استعمال مزيل الروائح لأنه خطر خاصة لما نكون بعد الحلاقة أو بعد الحمام دايركتلي الرضاعة الطبيعية هي أقل تعريضا للسرطان من الحليب الصناعي الخلايا السرطانية بتأكل أساسا السكر وكل السكر الصناعي حتى البني انه هون في كتير ناس بتفكر ان السكر البني هو صحي لا هو كمان سكر صناعي ولكن لونه بني لاكتر ولا اقل أه وبنقول اكيد انه بيقولوا هذا الشيء يعني ما انه كثير اكيد ما فينا نعطي امل لمرضى السرطان انه مريض السرطان اذا بيمتنع عن السكر بيكون احسن له وبيتراجع الخلايا السرطانيه هيك بنكون عم نحصرها ونقتلها بهالوقت بيقولوا انه كمان كبايه من البيره هي بدها خمس ساعات بالجسم وبتعمل خموله بالجسم بهيدا الوقت نعم للخضروات للعسل بكميات معقولة بدل من السكر للبروتينات النباتية بدل من مثل الفول بدل من اللحوم كوبين من الماء على معدة فارغة هن كتير مهمين ولكن يكونوا من حرارة الغرفة نعم للوجبات الغير مسخنة ولمكافحة السرطان عصير الصبار مع الزنجبيل مع البقدونس والكرافس بنمزجها أه ونشربها على معدة فارغة أه كمان ناكل الجزر الني أو المطبوخ كل يوم يعني هو اللي بعد التوصيات أه أكيد هني توصيات صحية ما بيضروا يعني إذا ما فادوا وما كانوا هن علاج فعلي بالقليله ما بيضرونا 100% مرسي ما على هالنصايح الطبيه المهمه اكيد نعم وهلا رح نكون مع ريبورتاج هلا لكينا مشاهدينا وصلنا لختام الفقره الصباحيه بريك ومنقعد من بعده